دلوقتي لازم تعرف ازاي تستخدم المعلومة بتاع النهاردة في اهم جزئية في الانجليش. لو مستواك متوسط في اللغة الانجليزية يبقى المعلومة اللي جاية ديت ليك. المعلومة اللي جاية ديت اتجاه الجملة فيها بيبدأ من الاوبجكت. يعني ايه اوبجكت؟ يعني مفعول، يعني الشيء اللي انت بتعمله. بعد كده قال لي لو انت زمن الجملة دي مضارع يبقى ام او از او ار، وبعد كده الباست بارتيسيبل. انت بتشرح لنا ايه النهاردة؟ مالكش دعوة، انا النهاردة بدي لك تركيبة تستخدمها. انا بشرح زمن مضارع بسيط بس فورم، الاشياء اللي بتتعمل كل يوم بتتكرر كل يوم. يعني مثلا ذا مترو، المترو ماله؟ is taken يعني يتم ركوبه. by thousands بواسطة الاف، every day كل يوم. شايف الكلمة الدالة على المضارع البسيط اللي هي كلمة ايه؟ every day، دي كلمة دالة على المضارع البسيط. طب فين المضارع البسيط هنا يا مستر؟ المضارع البسيط يا ولاد اهوت في is taken. لا 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 انا مش مقتنع. عايز ايه؟ taken ده تصريف ثالث للفعل، ما هو المبني للمجهول بيقول am is are past participle. am is are past participle. واحد بيقول لي امتى am؟ I am. هو انا ممكن اتبني للمجهول عادي. I am given advice every day، يعني انا بيدوني نصايح كل يوم. مين المفعول هنا؟ انا. I. مين اللي بياخد النصايح؟ I جاي بعدها am، التصريف الثالث للفعل given. take top taken give give given، ايه اللي هم استخدموا عندك هنا؟ يبقى المبني المجهول بنبدا بالاوبجكت اللي هو الشيء، بعد كده verb to be am او is او are، بعد كده past participle التصريف الثالث للفعل. لو كملت بقى تقول باي فلان، باي حسن، باي عمر، باي فلان، باي حسين، باي سعد، باي. اوكي، ده المبني للمجهول. عايزين نفكر في جمل بالانجلش ونحولها المجهول بالانجلش، بس هنفكر بالانجلش مش هنفكر بالعربيك. انت شايف ايه؟ house، this house is painted every year. نعمل جملة بار، students are taught. taught دي يا ولاد جاي من فعل teach، every day كل يوم الطلاب بيدرس لها. traffic rules، traffic rules اللي هي قوانين المرور، are followed بيتم او يتم متابعتها everywhere في كل مكان. الباسيف فين؟ ف are taught. الباسيف فين؟ are followed. طيب مستر لو حبينا نعمل الكلام ده بالنيجاتيف فورم، is هتبقى isn't، are هتبقى aren't، am هتبقى aren't. لان انا عارف المثال بتاع قوانين المرور ده ممكن يكون ما عجبكش، تعالى ندي لك واحده نيجاتيف بقى بقوانين المرور لا تتبع. اقولها ازاي؟ اقولها كده، traffic rules بدل are followed هتبقى aren't followed. everywhere لا تتبع في كل مكان، عندنا مثلا في مصر يعني احنا مبهدلينها خالص، aren't followed everywhere. تعالى ناخد مثال تاني، طعمية is eaten، ده مبني للمعلوم، بلاش. meat isn't eaten، اللحمة لا تؤكل. for breakfast، حد بيفطر بلحمة؟ انا استاذ بفطر بلحمة براحتك. meat isn't eaten for breakfast، هو بقى لا بيفطر بلحمة ولا بيتعشى بلحمة وحياتك. يلا بينا نروح للنوع الثالث، احنا اتعلمنا الباسيف فورم في الجمله المثبته، الجمله المنفيه، تعالى نتعلم الباسيف فورم في الكويستشن فورم، نعمله سؤال، يعني ندخله في تركيبه السؤال. يعني لو واحد اسمه ايه بيسال واحد اسمه بي، فبيقول له يس ذس شيرت، هذا الشيرت از ميد اوف كوتن، يبقى كان السؤال ايه؟ نشطب يس زي ما انتوا عارفين ونبدل، نقول is this shirt، هل الشيرت ده هو made of cotton
يصنع من القط. Is this shirt, شفت التبديلة؟ Is this shirt made of cotton? Right. طيب تعال نقول A B. قال لي yes they are used in my country, انها تستخدم في بلدي. يبقى هشطب yes واقول are they used in your country. دلوقتي لازم تعرف ازاي تستخدم المعلومة بتاع النهاردة في اهم جزئية في الانجليش speaking الكلام. For example عايز اقول احنا عندنا birthday عيد ميلاد وعايز اقول لصاحبي مين المدعو، هقولها له ازاي؟ فراح كاتب لي الاجابة ان مثلا ندى اند هبة are invited. ندى وهبة مالهم؟ are invited. يبقى يا ترى السؤال كان ايه؟ السؤال هو are invited. مين المدعو؟ ندى عند هبة. نهاية الفيديو مهمة جدا فيها التطبيق على الفهم، وهنا تعال نشوف. اول جملة عندنا بتقول لي the national park visit by many people every year. The national park visit، لا the national park يا جماعة is visited. جملة اللي بعدها these pictures are take my sister. Are take past participle taken. في كل الجمل اللي جاية ركز على verb to be اللي هو am is are والpast participle. Football plays all over the world. Football is played all over the world. My room doesn't tidy by my sister. Doesn't tidy انا بتكلم عن الروم، يبقى isn't not doesn't. Tidy هتبقى tidied isn't tidied. These areas are known. These habitats found. دايما بتديني تركيب، يعني ايه باسيف؟ يعني verb to be past participle. What kind of habitat is the area of the Nile Delta called? No, called. Fewer magazines sell. Fewer magazines sell? No, are sold. Today are sold limits today present. Which kinds of habitats انواع الهابيتاتس are finding now are found. Hundreds of dead palm trees is grown. Trees جمع فهتبقى طالما ده plural هتبقى are grown. Our beaches are visited with, no, visited by, subject قبل منه by. Why isn't جبل علبة visiting? No, visited. أنا بتكلم عن thing, visited. النيزك ليك described by visitors is described. In Australia, the start of spring are celebrated. No, is celebrated. Do you help it? No. Are you help it? لو فهمت المبني المجهول في زمن المضارع، ارجع وتابع الفيديوهات اللي فاتت وكمل معنا الفيديوهات اللي جاية. ان شاء الله الجرامر ده هيبقى piece of cake. السلام عليكم.